بسم الله الرحمن الرحيم. معايا يا شباب، هنكمل بقى اللي هو الثايرويد جلاند. كنا بنتكلم في الاول على ايه هي الثايرويد جلاند، عباره عن اتنين لوبز وكونكتد توجذر بحاجه اسمها الازماس، و وبتطلع هرمونين اللي هو ثيروكسين والترايود وثايرونين اللي هو تي 3 وتي 4، واليود مهم جدا اللي هو الايودين. وكلمة عن الفانكشن بتاع الثايرويد هرمونز. هنتكلم دلوقتي على الخلل بقى، ديس اوردر. ديس اوردر معناها خلل. يعني ايه؟ يعني ايه خلل؟ الديس اوردر اوف ثايرويد فانكشن، الخلل في الوظيفه بتاعت الثايرويد. حاجه من اتنين، يا اما هي ما بتفرزش خالص، نسميها هايبوثايرويديزم، او بتفرز كميه قليله. هايبو يعني قليل، ثايرو اللي هو الثايرويد هرمون مثلا، وإزم إزم معناها حالة مرضية، حالة مرضية. هايبوثايرويديزم معناها حالة بتكون الثايرويد السكريشن بتاعها قليل، الإفراز بتاعها قليل. ثايرويد doesn't produce enough ثيروكسين، الثايرويد ما بتطلعش ثيروكسين كتير. طيب دي خلي بالك، دي ممكن تحصل الحالة دي إمتى؟ الهايبوثايرويديزم اللي هو اللي يبقى فيه نقص في الوظيفة بتاعت النقص في الوظيفة، والله ممكن تحصل في الشيلدرن وممكن تحصل في الأضل. خلي بالك من الحتة دي. الهايبوثايروديزم، في الهايبوثايروديزم في الشيلدرن بنسميه كريتينيزم، حالة نسميها كريتينيزم، ماشي؟ بيبقى الشخص بقى بص معايا، دي نتيجة ايه؟ كونجنتال ابسنس اوف ثايرويد. ممكن عيل يتولد ما عندوش اصلا ثايرويد جلاند، نتيجة عيب خلقي. طيب ايه المانيفستيشن؟ ما زي ما قلت لك، هو بقى مفيش نمو، فيزيكال جروث ريتارديشن، ولا في منتال جروث. يعني قصدي كلمه ريتارديشن معناها تاخير، يعني تاخير في النمو البدني وتاخير في النمو العقلي. وبالتالي الشخص ده بيبقى اللي هو الكريتن، اللي هو الشخص القزم دوت، بيبقى ايديوت. ايديوت يعني عبيط. طيب هنا بقى فيزيكال جروث بيبان ازاي؟ زي ما انا تقريبا معظم الحاجات دي شرحتها، انا بقى بشرح فانكشن. قلت لك ان الاربشن بتاع التيت اللي هو ان سنانه تطلع تتاخر، والووكينج ار ديليد، يعني زي ما قلت لك مثلا عيلين اتولدوا في نفس الوقت مثلا جيران ولا بتاع، واحد عنده كريتينيزم والتاني عادي، هتلاقي ده اللي هو شخص عدى سنانه طلع بسرعه وبيمشي بسرعه، التاني متاخر. البون جروث انهبيتد، وبالتالي مفيش يعني في تثبيط لنمو العظام، وبالتالي الشخص ده بيبقى شورت لم، يعني الاطراف تحته بتبقى قصيره، وهو بيبقى قزم يعني، ماشي؟ طيب الميتابوليزم طبعا، الميتابوليك ريت او البيزل ميتابوليك ريت اللي هي كميه الحراره اللي بتنطلق من جسمه في زمن معين ولكن ساعه بتقل، وبالتالي انت فاهمها بقى، يعني كلمه بيزل ميتوكريت يقل معناها انتاج الحراره بيقل، وبالتالي هذا الشخص لا يحتمل الجو البارد. كولد انتولرانس معناها لا يحتمل الجو البارد، سنسيف، اي درجه نقص في درجه الحراره تلاقي درجه بتاع الجو تلاقيه بيترعش وسعان وبتاع. ليه؟ لان هو بينتجش حراره. هنا بقى في منظر جميل، يعني هنا مثلا تخيل بقى مثلا العيل ده عنده 6 سنين اللي هو اللي انا بشاور عليه ده، والشخص الثاني ده خليل دوت عنده كام؟ عنده 17 سنة. شوف 17 سنة وشوف الأخ ده عنده كام؟ 6 سنين وأطول منه. شوف ده مقزم ومنظره يدل إن هو يعني المنتالي ريتاردد، يعني متخلف عقليا، وكمان شكله تحس ان هو الوشي بتاعه يحتفظ بالمنظر اللي هو الطفولي، يعني كان لسه عيل. طبعا في حاجات كده مميزه يعني مش 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 عليكم، يعني لما تدخلوا ان شاء الله في الطب مش حاركم، هتلاقي الجفون عينيه ورمه والنوز متضخم والطنج بتاعه بيبقى كبير وبطنه مترهله هي، لانه عنده ضعف في العضلات بتاعت البطن. وزي ما انت شايف قزم قصير خالص، ماشي؟ والجلد بتاعه خشم. ده عيل اهو، عيل ما يعني بعد ما اتولد بشويه، شوف منظره عامل ازاي، شوف الطنج بتاعه، لسانه بيبقى
كبير قوي، لان يعني في ماده بتتجمع كده تحت الجلد وعينين بعاده عن بعضها، يعني في حالات كده احنا بنعرفها على طول ان ده عنده كريتينيزم. طيب لو حصل بقى هايبوثيرويديزم في الأضد اسمها ايه بقى؟ حاله مرضيه بقى اسمها ميكس إديما. ميكس إديما، ميكس يعني ماده مخاطجه اسمها ميوسن، وإديما دي معناها سويلنج، انتفاخ يعني. ايه سبب الحاجات دي بقى؟ يعني مش عليكم انا، مش انت يعني، دي بشرحها للطلبه الطب هنا طب. المهم المرض دوت اللي هو لما يبقى فيه نقص في افراز ثايرويد في الأضد نتيجة أي سبب ما، التهاب في الثيرويد أو حاجة زي كده، طبعا نفس الكلام بيزيد الميتابوليك ريت اللي هو سرعة التفاعلات الكيميائية وإنتاج الحرارة هيقل، وبالتالي هذا الشخص انتولرانس تو كولد اللي هو لا يحتمل الجو البارد. كمان الشخص ده هتلاقي وزنه بيزيد، برغم إن هو أنا قلت لك الثيرويد هرمون بتزود الأبيتايت، يعني الأبيتايت يعني الشهية، فرغم إن الشهية بتاعته في عنده فقدان للشهيه، لكن وزنه بيزيد. وزنه بيزيد ليه؟ لان هو ما بيحرقش يا جماعه. الميتابوليك ريت دوت معناه انا يعني بعمل اوكسيديشن واتخلص من المخزون اللي عندي من الكربوهيدرات ومن الليبيد اللي هو او الفات يعني. فانت لو التفاعلات، لو الحرق قليل والاكسر، هتلاقي اللي بيتخزن في جسمك الدهون والكربوهيدرات بتاعتك، وتلاقي وكمان في ميه، في عنده اديمه زي ما قلت لك، دي ميه زياده في الجسم، فعشان كده الوزن بتاعه بيزيد. خلي بالك اهو بقى، رغم ان هو ما بياكلش الا وزنه بيزيد. طيب ليثارجي واكسسيف سليب، ما انا زي ما قلت لك الثيرويد هرمون كانت بتخلي الانسان حاجه اسمها ويك فولنس او اليرتنس، لا دلوقتي خلاص ما فيش ثيرويد هرمون، وتلاقيه بينام كتير. ليثارجي معناها الكسل والخمول، الهارت ريت بتاعه بيقل لان هي الثيرويد هرمون كان بتزود، يعني شوف الفانكشن وعكسها. هورس فويس، الصوت بيبقى خشن، ده نتيجه الماده اللي هي المخاطيه دي بتبقى اللي هي الميوسين دي بتترسب في الاحبال الصوتيه فتطخن الاحبال الصوتيه. معروف ان صوت الراجل اجش وصوت المراه رفيع، ليه؟ لان الاحبال الصوتيه بتبقى سميكه في الرجل، فدي بتبقى سميكه جدا، فعشان كده الصوت بيبقى مكحوح، يعني كلمة فورس فويس مجهول. كونستريشن، انا قلت لك الثيرويد هرمون بتزود الانتستينال، اهو قبل كده بتزود حاجه اسمها الانتستينال موتيليتي اللي هي حركه الامعاء، فهي الافراز ده اقل، حركه الامعاء تقل، تعمل امساك يعني مين؟ كونستريشن. طيب ليه شوف الست الغلبانه المسكينه دي عندها دلوقتي، هي عندها جويتر معناها تضخم في الثيرو جلاند، انلارج يعني كبيره زي ما انت شايف اهو. دي الست دي عندها هايبو ثايرويدزم. طب ليه 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 الجلاند دي، ليه الثيرو جلاند تضخمت كده؟ عارف اللي هو الست دي مثلا كان عندها نقص في اليود، ايودين ديفيشنت دايت، يعني وجبه الاكل بتاعها بيبقى ناقص في الايه؟ في اليود، ايودين ديفيشنت دايت. فبالتالي ايه اللي بيحصل بقى؟ ان احنا قلنا الايودين ده مهم جدا في صناعه ثيرويد هرمون، فالجلاند بقى الثيرويد جلاند ديت عشان تصنع ثيرويد هرمون الايودين قليل وصناعه ثيرويد هرمون قليله، فالخلايا بتكتر، الخلايا بتحاول تكبر بتاع الثيرويد جلاند عشان تحاول ان تنقذ ما يمكن انقاذه، عشان تفرز اي كميه منين؟ من الثيرويد هرمون، مع ان اصلا عمرها ما هتفرز. ليه؟ لان الايودين اصلا ناقص. فبالمهم النتيجه بقى زياده بقى في التضخم بتاع الخلايا، عددها بيزيد وحجمها بيزيد، فبالتالي الجلان بتضخم، بنسميها ايه؟ جويتر، بنسميها جويتر او بنسميها سمبل جويتر. في نوع تاني اسمه توكسيك جويتر، مش عايز اوسع عليكم المعلومات يعني. توكسيك جويتر بتلاقي الجلاند دي عماله تفرز كتير ومتضخمه، دي بنسميها توكسيك جويتر، يعني بتفرز كميه سامه من الثيرويد هرمون. ما تشغلش بالك، المهم انت، المهم تضخم الجلاند اسمه ايه؟ اسمه جويتر، بس ده اللي عايزك تعرفه بس. طيب الحاله الاخيره بقى اللي هي الهايبر ثايرويديزم. هايبر يعني زياده، وثيرويد اللي هي ثيرويد هرمون، وازم معناها حاله مرضيه، يبقى هايبوثيرويديزم معناها اكسس
ثيروكسين سيكريشن، في حاله بيبقى فيها زياده في افراز ثيروكسين. اعكس بقى الكلام ده، عكس الكلام اللي انا لسه قايله دلوقتي في الهنا. طب واحد يسالني سؤال تاني يقول لي طب الهايبر ثيروديزم ده هل بيجي للاطفال هل بيجي للكبار؟ بيجي لاي حد، لكن الهايبر ثيروديزم بيبقى مميز، يعني لو جال الطفل بيبقى له كاركترز معينه، او العيل اتولد ما عندوش ثايرويد جلاند اسمها كريتينيزم، الشخص اللي هو قزم وايديوت عبيط، او ممكن تيجي الهايبر ثيروديزم ده في شخص بالغ ولا اعراض. اعكسها بقى هنا بقى، اعكس الهايبر ثيروديزم. يعني لو انت ذكي كده هتلاقي ان انا الفقرات دي كلها العكس، ازاي الميتابوليك ريت بيزيد وبالتالي انتاج الحراره بيزيد، فهذا الشخص انتولرانس تو هيت، لا يحتمل الجو الحار، لا يحتمل الجو حر لانه بيحرق كتير والحراره عنده عاليه قوي فلا يحتمل الجو الحر. بيبقى شخص عصبي نيرفسنس وانكزايتي، انكزايتي معناها شخص قلق وعنده انسومنيا، انسومنيا يعني ارق ما بينامش. يعني انت الوزن بيقل بقى، خلي بالك ليه وزنه بيقل رغم ان هو الثيرويد هرمون بيزود الابيتايت بيزود الشهيه وبياكل كتير، ما قلت لك لانه بيحرق، الميتابوليك ريت بيزيد فبيحرق. لدرجه ان في ناس على فكره، بس ده غلط يا جماعه، احنا كدكاتره ساعات مثلا بعض الدكاتره مننا، يعني لو واحد جاله اوبيز، اوبيز يعني عنده سمنه، يعني يقوم يكتب له اقراص، طبعا في اقراص اللي هي اسمها اقراص ثيروكسين موجوده في الصيدليه، فيكتب للشخص ده اقراص ثيروكسين ياخدها عشان يحرق ياكس المواد اللي في جسمه فيحرق الدهون والحاجات دي كلها، فاللي في الوزن يقل. طب ماشي يا سيدي، بس انت ممكن انت كده كانك بتدي له ثيروكسين كتير، وممكن المريض يدخل في حاله اسمها هايبر ثيروديزم نتيجه اعطاء هرمون الثيروكسين من الخارج، يعني من الصيدليه يعني، فغلط يعني غلط. المهم الفاين تريمورز، بتلاقي العيان ده المريض دوت عنده رعشه، فاين تريمورز رعشات خفيفه كده في الفينجر اللي هو الاصابع. انكريز ريستنج هارت ريت، يعني ايه بقى كلمه ريستنج هارت ريت؟ يعني انت طبيعي لو انت بتجري هتلاقي دايما ضربات قلبك زياده، طب انت ريستنج، ريستنج يعني انت مريح، ريستنج يعني لما احنا نريح يا جماعه الهارت ريت بيقل، ضربات القلب بتقل. خلي بالك بقى الشخص ده بيبقى كانه بيعمل تمرين رياضي، يعني رغم ان هو قاعد مريح لكن الهارت ريت بتاعه بيبقى عالي، لدرجه ان احنا كدكاتره بنشخص الحاله ديت ازاي. نيجي على المريض وهو نايم، المفروض انت نايم الهارت ريت بتاعك بيقل قوي، معدل ضربات القلب بيقل قوي، لو لقينا معدل ضربات القلب بتزيد وانت نايم شور يبقى انت ده اكيد عندك هايبر ثايرويدزم. طبعا الموتيليتي بتزيد اللي هي حركه الامعاء بتزيد، فبالتالي يبقى في دايريه، العكس هناك في كونستبيشن امساك دايريه معناها اسهال. ماشي، في طبعا اكسسيف سويتنج، ليه ده دي من عند ربنا بقى، يعني راح من عند ربنا، ما لان هو عامل زي الفرن قلت لك، ده بينتج حراره كتير جدا لازم يعرق علشان يخفض درجه الايه، والجلد بتاعه بيبقى مويست، يعني التاني كان بيبقى دراي، قلت لك السكين بتاعه كان بيبقى خشن، دراي سكين. لا هنا اللي هيبقى مبلول ميه كده، فتلاقي رطب، يعني وورم مويست، يعني وورم يعني دافي، مويست يعني رطب. طب والكاركترستيك او المميزه قوي في الناس اللي عندهم هايبرثيرويدزم اللي هو اكزوفثالموس، اكزوفثالموس معناها جحوظ بالعربي، جحوظ العين، تبقى العين طالعه لبره زي ما انتم شايفين كده، يعني الست ديت المسكينه دي الرايت اي طبيعيه، يعني مش شرط يحصل جحوظ في العين في العينين، يعني ممكن في عين واحده، فالست دي باينه خالص ان هي كان واحد بيبرق كده او بيضحك كده. اكزوفثالموس اللي هي جحوظ العين، بروتروجن ايبول اللي هي خروج العين لبره. بنعالج بقى الحالات دي ازاي؟ مش عارف بقى، احنا لما تدخلوا ان شاء الله كليه الطب هنقول لكم الحاجات دي بنعالجها ازاي. شكرا.